والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت العشرين الأولى، كل العشرين ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة، الله بلغك عشر هي خير العشر، وهي أفضل العشرين الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في العشر الأواخر أفضل من العشرين قبلها، فلا تعادي نفسك، لا تظلم نفسك. ولذلك أفضل ما يكون العبد في العشر الأواخر واقعا أن يتخلى عن الخلق. أشغلونا الدنيا يا أخوان، أشغلونا النساء والأطفال والجيران والناس والرايح والجاي والواتساب وتويتر وفيسبوك و www والدخول في المواقع. يا أخي ما آن لنا أن نتوقف عن هذا الهراء؟ أما نتوقف لنناجي الملك الديان؟ ألا نتوقف في بيته ونترك الدنيا خلف ظهورنا وننيخ مطايانا بباب ربنا؟